تقليد نادي الزمالك. طيب احنا جالنا دلوقتي حالا من الكابتن ياسر في لجنه الاحصاء، هداف الكاس هو رميح سامح برصيد من نادي الجزيره برصيد 36 نقطه، اما احسن لاعب فهو عمر طارق ام في بي، اما احسن ثلاثيات فهو احمد مهيب. الان مع تقليد لنادي الزمالك يوسف فهمي رقم 2، اوجي مايو طبعا، وليد عبد الجواد لعيبه كبار ونجوم، حازم المشهد اللي بشيد بيه دايما عامل موسم ولا اروع، احمد عزب اخو عمر عزب، علي حازم وبعض الناشئين نادي الزمالك، خالد عبد الناصر رقم 28، فهمي حسن رقم 23 لم يشارك اليوم، المركز الثاني لنادي الزمالك تقليد نادي الزمالك. كل تقدير واحترام كوتش احمد مرعي، كوتش ياسر المدرب العام، وباقي اعضاء الجهاز الفني لكرة السلة رجال بنادي الزمالك. ألف مبروك لنادي الزمالك على الميدالية الفضية. سيزون مع الكابتن أو الكوتش أحمد مرعي رائع. كل التقدير والتوفيق في باقي المباريات بإذن الله. والآن إلى لحظة تكريم النادي الأهلي وحصوله على المركز الأول. زي ما قلت لحضراتكم، المركز الأول للنادي الأهلي، المركز الثاني نادي الزمالك، المركز الثالث نادي الاتحاد. الجوائز الفردية، هداف الكأس هو رمح سامح 36 نقطة، أحسن لاعب عمر طارق نادي الأهلي، رمح سامح من نادي الجزيرة. الثلاثيات والبيست 3 بوينت هو أحمد مهيب من نادي الأهلي.